صباح الخير من عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج أحلى صباح. اليوم الخميس 11 أيار 2023، بنكون عم نقضي كمان نهار حلو مع مواضيع غنية وضيوف جديد ومواضيع بتهمكم كلكم. أكيد نهار الخميس بنكون عم نطلع على الأسبوع اللي قطع، وبنكون عم نقضي كمان تحضيرات لنهاية الأسبوع اللي جاي كرمال نكون عم نرتاح فيها ونشرج للأسبوع الجديد. ولكن اليوم شفت على إنستغرام ريل حلو حبيته، بيقول إنه أوقات منترك أشياء مميزة مثل بارفان، مثل شمعة مميزة كرمال نهار مميز أو كرمال مناسبة مميزة، ومنتركهم عنا وما منستعملهم بحي الله نهار لا تجي هالمناسبة، ومنلاقي إنه 5 سنين قطعوا، منلاقي إنه البارفان بعده بعلبته ولكن انتزع، يمكن الشمعة اللي تركينا عم بتجمع غبرة وإلى ما هنالك، وبعد ما قطع هالنهار المميز. ولكن نحن لازم نكون كل يوم عم نجعل نهارنا مميز، نتطلع إنه شو فينا نعمل بهالنهار، كيف فينا نتقدم خطوة لقدام محل ما رايحين. إذا ما عارفين وين رايحين خلينا نقرر وين بدنا نروح ونشتغل كرمال نحقق هدول الأحلام، وفينا نحن كل واحد بدوره يكون عم بحقق نهار مميز كل يوم بيومه ويقدر يوصل أكتر وأكتر للي بده إياه. أكيد مثل كل عادة بنكون مثل ما قلنا حلقة مميزة ومواضيع غنية، ولكن كمان ما فينا نسكر الإنجازات اللي عم بيقوم فيها اللبنانية بالخارج، وخاصة اليوم موضوعنا عن البروفيسور جمال الأيوبي اللي هو الرائد بمجال الطب والعلم والبحوث بفرنسا، واللي دخل من بضعة أشهر على الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا، واليوم فرنسا عم بتكرمه بوسام استحقاق استثنائي من رتبة ضابط تقديراً لمساهمته بتقدم العلم والبحوث بالبلد. وأكيد هذا الوسام عم بيقدم له إياه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومنذكر كمان أنه البروفيسور جمال الأيوبي هو من الأوائل اللي عملوا بمجال الخصوبة والجراحة النسائية بشكل عام، وقام بأول عملية لزراعة الرحم بفرنسا مع فريقه لسيدة ولدت من دون رحم وتمكنت من إنجاب ولدين بعد هذه العملية. فأكيد منوجه كل التهاني للبروفيسور، وإن شاء الله يكون كمان عم بيرفع اسم لبنان عالي بالخارج بفرنسا وبالعالم، وكلنا نكون كمان عم نقدر نقوم بهذا الشيء. أكيد مقابلتنا متعددة، رح نكون اليوم بمقابلة مع سالي فواز مخرجة وممثلة تتخبرنا عن مسرحية المستهتر الجميل، كمان رح نكون بانترفيو مع ليليان كربان عقل باحثة صحفية وكاتبة بدها تحكينا عن كتاب لبنان الكبير بالصحافة المهجرية بين 1908 و1926. رح نكون مع المهندس والفنان التشكيلي حبيب ياغي بانترفيو تنتعرف عليه أكثر وعن فنه، ومع علي حسين حمية بانترفيو تانية اللي حائز على المرتبة التانية بمسابقة ARC8 السنوية. ورح نكون أكيد مثل كل نهار خميس مع فقرة الديكور والمهندس شربي الكرم، ولكن مثل كل نهار منبلش ومنقلي عن نهارنا مع الطقس. واليوم من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي، بونجور. ألو ألو منى، عم تسمعيني؟ منى عمر معنا على الخط من مصلحة الأرصاد الجوية كرمال تعطينا كل المستجدات. منى صباح الخير، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله، كيفكم انتم؟ تمام ماشي الحال. خبرينا شوي عن هيدا الطقس اللي عم نحسه، شو عم بيقلب بعد شوي بارد، ما بقى عم نفهم عليه كتير. اليوم كفى شوب، اليوم في عنا ارتفاع زيادي كمان بدرجة الحرارة، خاصة المناطق الجبلية والداخلية رح تتخطى المعدلات الموسمية، في عنا احتمال لغبرة بالجو، رطوبة عالية بقدها شيء لسوء بالرؤية، احتمال تكون أجواء صدمية بعد الظهر اليوم. الجمعة غائم جزئيا لغائم، في عنا انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجة الحرارة، في احتمال لتساقط رذاذ بالمناطق الجبلية مع ضباب كثيف على المرتفعات. السبت انخفاض كمان إضافي وملموس بدرجة الحرارة اللي حتصير دون المعدلات الموسمية، ريح ناشطة ممكن أحيانا توصل إلى 65 كيلومتر مع ضباب كمان على المرتفعات. الأحد مبدئيا ما في تعديل بدرجة الحرارة، رح تبقى مثل ما كانت السبت، رح يكون أغلب الوقت غائم جزئيا مع ضباب. هلا الحرارة على الساحل اليوم متوقعين بين 15 و30، على المرتفعات من 19 ل30، وبالبع من 15 ل32. الهواء أغلب الوقت شمالي، سرعته بين 15 و45 كيلومتر، الرطوبة على الساحل بين 65 و80%، البحر متوسط ارتفاع الموج. هذا كل شيء اليوم. منى عم نشوف انه في كتير رطوبة، عم نشوف اوقات تغيير كتير بدرجات الحرارة بين النهار والليل، وكتير عالم عم بتقول يمكن هيدا تغيير مناخي كمان، هل هيدا الشيء طبيعي لهالفترة من السنة لا ولا؟ لا نحن هلا طبيعي، يعني نحن عادة بهالموسم هيدا بنتعرض لهبات سخنة مصدرها شبه الجزيرة العربية، يعني
فإذا بدك نحن عادة نتعرض بهيدا الريح الخمس سنية، هل عم تيجي ملطفة شوي هالفترة يعني، فهذا شيء طبيعي نحن معودين عليه بهالفترة، منه شيء غريب. بعد حتى الحرارة يعني تقريبا ما عم تتجاوز حدود بعدنا بتطلع شوي عن المعدلات الموسمية، بس بترجع تنزل ترجع لمعدلاتها. يمكن الشوب اللي عم نحسه اكثر بخصه بالرطوبه اكثر من درجات الحراره. صحيح. ميرسي كثير لك منى عمر، نتمنى لك نهار حلو ولكل العاملين كمان بمصلحه الارصاد الجويه بمطار في الحرير الدولي. ميرسي كثير. اكيد صبحيتنا بتقلع بنشاط وحيويه مع الكود جيلي رمال وهوليستيك موفمنت. معكم جيلي رمال. اليوم نحن بدنا نحكي شوي عن الكارديو وليه كارديو مهم وكيف عم تعمل الكارديو وشوي كارديو دريلز نحن فينا نعمل بالبيت، نحن فينا نعمل زيد على الورك اوت تبعكم. اول شيء كارديو مهم ليش؟ الدم عم مشي بالجسم. ليه هيدا مفروض؟ يعني to feel more energy but can هيك more positive more healthy. اوكي سو كيف عم تعمل كارديو؟ يعني شو الكارديو؟ كارديو بس الهارت ريت بتكون شوي اكثر لفوق، وي ستارت ا كارديو فاسكولار ورك اوت. يعني كيف عم تعمل كارديو؟ اذا عم ركض هون اوكي، اذا عم تعمل تسبح يعني كمان بالبيسين، اذا عم تدرس دانسينج الكارديو، وي كان اد ورك اوتس. بس عم تعمل جامبينج جاك اور هاي انتنسيتي من النيز اب جامبينج جاك. سو يوم انا بدي افرجيكم شوي الكارديو دريلز ذات يو كان اد تو يور ورك اوت. So let's begin by basic workout. إذا نحن عم تعمل ركض، أوكي؟ نحن بتكون برا عم تعمل ركض هون بركي نص ساعة ساعة، يعني we stop كل خمسة دقيقة stop تعمل شوي jumping jacks power jumping jacks 20 30 40 مرات هون. هيدا أول تمرين بساعد شوي الكارديو و fat burning rate هون. بعدين نرجع على الركض هون. هلا إذا نحن عم مشي مش عم ركض عم مشي هون عادي عم مشي بركي نص ساعة 40 دقيقة ساعة، كمان نحن فينا نعمل شوي power workout. كيف عم تعمل power workout؟ power squats 20 30. مش مفروض لازم ننزل لتحت يعني كتير، نحن فينا بس تعمل شوي نص وترجع لفوق. اوكي اذا فينا ننزل اكثر لتحت بتكون احسن. اوكي كمان نحن فينا نعمل power jump squats، بيجي هيك 1 2 3 4 5 6 7. اوكي مكفي هون بعدين نرجع المشي هون. اوكي سو نحن فينا نعمل بركي سيركوت تريننج يعني 5 مرات يعني بالساعه هون اذا عم تعمل مشي. هلا اذا نحن قاعدين بالبيت ما تحب سبور ما تحب كارديو ابدا مش مشكله، نحن بس بدي 5 دقيقه الوقت يور تايم تو دو شوي كارديو. سو ليت مي شو يو الكارديو دريل ريلي ايزي. نحن بدي اعمل ركض هون بتنفس inhale exhale. اوكي بركي دقيقه هون احنا عم نعمل ركض هون، بس خلصت ركض دايركتلي على الجامبينج جاكس هون نص دقيقه تاخذ نفس. فينا اعمل رواق هون مش غلط، او فينا اعمل سرعه كثير مش مشكله هون. بعد نص دقيقه هون بتنفس هون نرجع هون ركض inhale exhale inhale exhale. بعدين نحن بدنا نعمل ليج سوينجز اجرين على اليمين والشمال على اليمين والشمال. اوكي بتنفس اذا بدكم اكثر باور صار لفوق اكثر. اوكي اذا لا هيك كثير منيح يعني. بعد شي نص دقيقه نرجع هون ركض انهيل اكسهيل انهيل اكسهيل، نرجع هون على الهاي ني لفوق. هيدا كثير منيح يعني لكارديو بالبيت. يلا كفي هون بعد 10 7 6 5 3. يلا بعد 2 مور. اوكي نرجع هون الركض بتنفس. بعدين نحن بدنا نعمل شوي ستريتشنج مع جامبينج جاك. هيدا شوي جديد، اجرين بتكون فاتحين ايدين، نحن بدنا نعمل ستريتش لتحت بس ترجع لفوق في جامب جامب لفوق نرجع لتحت هون. اوكي هون نحن مركز على الستريتش والكارديو وفي نعمل شوي اسرف هون. يلا خلينا بلشنا اشرف لتحت لفوق. يلا بعد 6 5
4 3 2 يلا اخر وحده بعدين نحن نرجع هون الركض. بتنفس breathing inhale exhale very good. نرجع الهاي نيز 10 مرات 3 4 5 6 7 8 9 10 واخر سيت جامبينج جاكس فول باور 20 30 نفس هون كرمال الكارديو وهارت ريت وبس خلص الجامبينج جاكس مرتاح العضلات تاخد نفس. اكيد نحن بدنا نمشي شوي بالبيت هون ساعد شوي الهارت ريت عم ننزل هون بعدين نحن بدنا نعمل شوي ستريتشنج هون. كيف عم تعمل ستريتشنج؟ ايدين بتكون هون على الورك سايد ستريتشنج 10 مرات breathing 5 6 7 8 9 10 and change your sides. تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نرجع هون ايدين لفوق لتحت 10 تاخد نفس open your spine and breathing 5 6 7 8 9 10 وهيدا هو بس. So هيدا mini cardio drills. يعني نحن يوم درست كارديو نحن في نعمل بس عم تعمل ركض اذا عم مشي اذا نحن بالبيت. هلا اذا عن جد ما تحب سبور ابدا احلى كارديو بتكون ركض. اوكي if you don't like it no problem لازم مشي. يعني كارديو مهم especially in these times our heart muscles are not working perfectly fine. يعني نحن قاعدين كثير عم تشرب كثير كتوفكي مش عم ياكل منيح مش عم نام منيح وستريس هيدي كل شيء بتكون على القلب هون. So لازم تعمل كارديو الخفيف وشوي شوي you bring it up and up and up your levels as ما في هون to feel better to feel more energy and more power. منشوفكم next time on Telelibo.